السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم تاسع؟ شو أخباركم؟ اليوم عندنا الدرس السادس وهو الحروف المفخمة دائما. احنا أخذنا الدرس الماضي عن الحروف المرققة، واليوم بدنا ناخذ عن الحروف المفخمة. تفخيم الحرف أو الحرف المفخم ما هو؟ هو أن أنطق الحرف بصوت مضخم دائما بحيث يمتلئ الفم به. إذا التفخيم شو تعريفه؟ هو النطق بصوت الحرف مضخماً بحيث يمتلئ الفم به. هو النطق بصوت الحرف مضخماً حيث يمتلئ الفم به. في عنا بعض الحروف ترقق في أحيان وتفخم في أحيان. هاي الحروف يعني زي الراء مثلاً حسب حركتها أو حركة ما قبلها. لكن هناك بعض الحروف التي لا تلفظ إلا مفخمة، وهي 7 حروف في القرآن الكريم لا تلفظ إلا مفخمة، يعني طبيعة الحرف لا يأتي إلا مفخما. شو هي هاي الحروف؟ الخاء، الصاد، الضاد، الغين، الطاء، والقاف، والقاف، والضاء. طبعا عشان بدنا نسهل حفظهم وضعها العلماء في جملة وهي خص ضغط قذ مع بعض. خص ضغط قذ، خص ضغط قذ هي حروف التفخيم الدائمة، يعني دائما لازم إيش نعمل؟ نلفظها مفخمة، ما في يوم بتيجي مرققة. الحروف المفخمة دائما تقسم إلى قسمين، حروف استعلاء وحروف إطباق. يا بيكون الحرف حرف استعلاء يا حرف إطباق. طبعا كل الحروف هي مستعلية، هي كل حروف الخصة ضغط قذ دائما استعلاء. ليش بسميها استعلاء؟ علل. لأن اللسان يرتفع إلى الأعلى عند النطق بها إلى الحنك الأعلى. يعني أنا لما برفع اللسان بحكي خاء، صاد، ضاد، غين، طاء، قاف، ظاء، كلها لما بدي ألفظها برفع اللسان، عشان هيك سميتها حروف استعلاء. هلأ بعض حروف الاستعلاء نسميها إطباق، والإطباق أقوى من الاستعلاء. ليش؟ أنا مش برفعه إلى الأعلى، أنا ألصقه. سميت إطباق لأنني أقوم بإلصاق جزء من اللسان بالحنك الأعلى وينحصر الصوت بينهما. إذن مين أقوى، الإطباق ولا الاستعلاء؟ أكيد الإطباق. ليش؟ لأني مش بس بستعلي وبرفع اللسان إلى الحنك الأعلى، لا، أنا أقوم بإلصاق جزء من اللسان بالحنك الأعلى فينحصر الصوت. إذن كل حروف المفخمة هي حروف استعلاء، بعضها حروف إطباق وهي أعلى درجات الاستعلاء. حروف الإطباق ما هي؟ هي الطاء مع بعض. طاء، لاحظتوا كيف التصق اللسان بجزء من الحنك الأعلى؟ الضاد مع بعض، ضاد، لاحظنا كيف التصق؟ صاد، ظاء، انتبهنا كيف صار في إلصاق؟ خلينا نقرأ الكلمات التالية ونحن نلاحظ التفخيم. خبير، مستقرها، فخور، ليقولن، اللي هي القاف، قطوفها، القاف والطاء، وبالآخرة، الخاء، القيامة، ولا تخاطبني. لاحظنا كل هذه الحروف لفظناها بإيش؟ باستعلاء. طبعا في عنا هون حاطين لنا إنه التفخيم مراتب 3، التفخيم هي 3 مراتب. في عنا مرتبة عليا ومرتبة وسطى ومرتبة دنيا. إمتى بيكون الحرف في المرتبة العليا؟ نفس الحرف بمر بهذه المراحل 3. إذا كان الحرف المفخم مفتوحاً فإنه يكون في أعلى درجات التفخيم، لكن إذا كان الحرف مضموماً فإنه يكون في الدرجة الوسطى، وإذا كان الحرف مكسوراً فإنه يكون، لأن الكسر لا يناسبه إلا الترقيق، لكن إذا الحرف كان دائماً مفخم وكسرنا هون شو بيصير؟ هون بيكون مفخم ولكنه في المرتبة الدنيا. بنعيد المراتب 3 التي يمر فيها حرف التفخيم. المرتبة العليا إذا كان مفتوحاً الفتح لا يناسبه إلا التفخيم وأعلى درجات التفخيم، أما إذا كان مضموم فبتكون هنا المرحلة الوسطى، وإذا كان مكسوراً فيكون المرحلة الدنيا. في عنا هون بدنا نصنف حروف التفخيم الواردة، وهذا واجب عليك يا تاسع. بدنا نقرأ الكلمات التالية ونصنف هذه
الكلمات شو هو الحرف، شو مرتبته، ولماذا. الأخسرون طبعا هون الحرف اللي موجود عندنا في حرف الأخسرون، شو المرتبة وشو السبب. بدنا نطلع على حركته، وإذا كان ساكن ننظر إلى ما قبله. يضاعف، شو حركته؟ الفتح، الضاد، مرتبته عليا، والسبب أنه مفتوح. أظلم، هون حركته سكون، ننتبه إلى ما قبله اللي هي الفتح، الألف مفتوحة، إذن مرتبته عليا. والسبب شو؟ السبب أنه ما قبله مفتوح، ساكن وما قبله مفتوح معناته مرتبته عليا. إنه الحق، ننظر إلى الحق، القاف. مضمون، مرتبته وسطى، والسبب أنه مضمون. وهيك بنكمل هذا الواجب يا تاسع. عليكم واجب نعرف شو مراتب كل حرف من حروف التفخيم. أول إشي بنحط خط تحت الحرف، بعدين نعرف شو مرتبته وبنعرف شو السبب. واضح يا تاسع؟ رح أقرأ بعض الآيات من سورة هود علشان نحاول نطبق ما أخذنا وهو حروف التفخيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. صدق الله العظيم. حاولوا أنتم تقرأوا تعرفوا شو هي حروف التفخيم أو المفخمة دائما، وشو مرتبة هذا الحرف، ليش شو حركته أو حركة ما قبله. يعطيكم العافية. هيك بنكون خلصنا حصتنا. السلام عليكم.